هنتكلم النهاردة على عوامل خطر الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي. بنقول انه مع دخول سن الثانية بيكون معظم الاطفال قد اصيبوا بالفيروس المخلوي التنفسي، لكن من الممكن ان تتكرر العدوى. الاطفال الذين يرتدون مراكز رعاية الاطفال او الذين لديهم اخوة يرتدون المدرسة او الاطفال اللي بيروحوا الحضانة معرضون بشكل اكبر لخطر العدوى وتكرارها. موسم الفيروس الخلوي التنفسي أي الفترة التي يتفشى فيها الفيروس عادة هي من فصل الخريف حتى نهاية الربيع، الفترة اللي احنا فيها دي، وتشمل الفئات المعرضة لخطر أعلى للإصابة بحالات عدوى حادة أو مهددة للحياة بالفيروس المخلوي التنفسي ما يلي: أول حاجة الرضع، خصوصا أطفال الخداج بعمر 6 شهور أو أقل، الأطفال المصابون بمرض قلبي منذ الولادة أو المرض القلبي الخلقي أو أمراض القلب المزمنة، الأطفال أو البالغون المصابون بضعف جهاز المناعة سبب أمراض كالسرطان أو بسبب علاجات معينة كالعلاج الكيماوي ومرضى السكر والضغط، الأطفال المصابون بالأمراض العصبية العضلية مثل الحثل العضلي، البالغون المصابون بمرض القلب أو الرئة، البالغون الأكبر سنا خاصة من هم بعمر 65 سنة فأكبر. المضاعفات، بتتضمن المضاعفات الفيروس المخلوي التنفسي ما يلي: الإدخال للمستشفى، قد تتطلب حالات العدوى الشديدة بالفيروس المخلوي التنفسي الإدخال للمستشفى ليتمكن الأطباء من مراقبة مشاكل التنفس وعلاجها وتزويد الجسم بالسوائل عبر الوريد. الالتهاب الرئوي، الفيروس المخلوي التنفسي من أكثر الأسباب شيوعا لالتهاب الرئة والتهاب القصبات لدى الرضع. يمكن أن تحدث هذه المضاعفات عندما ينتقل الفيروس للجزء السفلي من المجرى التنفسي، ويمكن أن يكون التهاب الرئة خطير على الرضع والأطفال الصغار والبالغين الأكبر سنا والأشخاص المصابين بضعف المناعة أو المصابين بمرض قلبي أو رئوي مزمن. التهاب الأذن الوسطى، إذا دخلت الجراثيم للمساحة الواقعة خلف طبلة الأذن قد يصاب الشخص بالتهاب الأذن الوسطى، وتحدث معظم هذه الحالات للرضع والأطفال الصغار. الربو، قد يكون هناك ارتباط بين العدوى الحادة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال واحتمال الإصابة بالربو في المستقبل. الالتهابات المتكررة، يمكن أن تتكرر العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي، حتى أنه من الممكن أن تتكرر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي خلال نفس الموسم، لكن الأعراض لا تكون بنفس الشدة عادة وتكون شبيهة بالزكام، لكن يمكن أن تكون الأعراض خطيرة لدى بعض البالغين الأكبر سنا أو الأشخاص المصابين بمرض القلب أو الرئة المزمن. نكمل بقى المرة الجاية موضوع الوقاية، ده موضوع مهم. مع السلامة.